محطة المعالجة القبلية للمياه العديمة في الساحل الشرقي للدار البيضاء مشروع أعاد الحياة إلى الشواطئ التي كانت مصب المياه الملوثة بكل من الدار البيضاء والمحمدية. هنا يتم استقبال المياه العديمة والقادمة من المنازل والشركات الصناعية لتتم معالجتها قبليا على 3 مراحل. المرحلة الأولى هي استقبال المياه العادمة، كندوزو من بعد المرحلة ديال إزالة النفايات العالقة في المياه العادمة عبر جميع الأحجام، كاين الأحجام الكبيرة والمتوسطة والدقيقة. المرحلة المقبلة هي إزالة الرمال والشحوم عبر واحد 3 المنشآت اللي كيديروا لنا الإزالة ديال الرمال والشحوم. المرحلة الأخيرة هي ضخ هذه المياه المعالجة نحو العمق ديال البحر. وحسب الشركة المنجزة للمشروع فإن قنوات الصرف 9 القديمة لم تعد تستعمل بعد اعتماد التقنية الجديدة المتمثلة في صب المياه بعد معالجتها عبر أنبوب يمتد تحت البحر على مسافة تفوق 2 كيلومتر. هذا واحد من المصبات اللي كانت من قبل واللي تم الحذف ديالو. هاد المحطه ديال التصفيه ديال المياه العادمه اللي قامت بالانجاز ديالها شركه ليداك بشراكه مع مجلس مدينه الدار البيضاء كتمكن من المعالجه ديال واحد الصبيب اللي كيتقدر يعني كيوصل 250 الف متر مكعب في اليوم، بالاضافه للتنقيه ديال هاد المياه العادمه من جميع المواد الصلبه والنفايات اللي كتوصل يعني الكميه ديالها الى 50 طن في الاسبوع. المشروع حسب سكان المنطقة تمكن من استعادة الثقة في هذه الواجهة البحرية التي هجروها لسنوات بسبب ارتفاع نسبة تلوث مياهها. أنا ولد المنطقة يعني كبرت هنايا حتى اللي زاني نقولوا 78-80، ما بقيناش كنجيو هنايا لأن التصفية ما كانتش. زيارتنا لأحد شواطئ المنطقة مكنتنا من الوقوف على حجم التحول الذي شهدته المياه التي أكدت الخبرة جودتها. كان القدوس كيطلق واحد الريحة شوية كريهة شوية من المادة ملي داروا هاد ديال التصفية وهكذا ولا الممزيان كانوا كيهضروا كاع ما كناش كنقدروا كاع نعوموا. الشاطئ دابا ولاو الدراري كيقدروا كيعوموا ويعني البحر تنقى شيئا ما، ماشي وصل لواحد النسبة هي اللي هي نقيه 100%، وكمان بعد كاين هذاك التلوث ما بقاش. خبره عززت الثقه في مياه الشاطئ، لكن رماله ما زالت تنتظر التفاته من شركه النظافه، ولما لا اصلاح مداخله حتى يستعيد اقبال الساكنه عليه بدون حرج ولا تردد.